الورقة الفنية للنشرة من جليميم، حيث انطلقت أمس فعاليات المهرجان الوطني الثامن لموسيقى الشباب بمشاركة فرق موسيقية شبابية من مختلف أرجاء المملكة، تظاهرة تنظمها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع ولاية جهة جليميم والمجلس البلدي. حافظ محضار محمد نوار ومحمد فاضل عبيدة في المتابعة. فرق ومجموعات موسيقية شبابية من مختلف أرجاء المملكة حضرت للمشاركة في هذا المهرجان الوطني لموسيقى الشباب. مجموعات فنية كانت قد تألقت عروضها في المسابقات الإقليمية، وهو ما أتاح لها فرصة المشاركة في هذه الأطوار النهائية لتقديم إبداعاتها ولوحاتها الفنية أمام جمهور غفير تفاعل مع العروض المقدمة. جينا لهذا المهرجان هذا شي حاجه في المستوى، وبغينا نقدموا لكم ويلكم والبلبله، شي حاجه جديده عندنا، وتحيه خاصه للناس اللي منظمين المهرجان. مشاركه زوينه، حسينا براسنا مزيانين، الامور كانت مزيانه، كنتمنوا النجاح للجميع وكنتمنوا التوفيق لينا في هذه المسابقه، وشكرا لكم بزاف وشكرا للناس قلميم. المهرجان عجبنا بزاف، وتلاقينا مع الجمهور مزيان اللي عجبنا، اللي عجبوه الاغاني ديالنا، قدمنا ليه الاغاني اللي بغى، اغاني جداد وأغاني قدام، يعني اللي بغى الجمهور. هذا الملتقى الفني الوطني وهو مناسبة سنوية لفتح المجال أمام فرق شبابية مبدعة وفنانين موهوبين من كل التراب الوطني للكشف عن قدراتهم الفنية والتواصل المباشر مع الجمهور وتقديم عروض فنية تبرز تنوع وغنى الموروث الفني والثقافي للمملكة المغربية. هذه التظاهرة الشبابية بامتياز يحضرها جميع الفرق التي تمثل مختلف ربوع المملكة، والحدث ينظم لأول مرة بتنظم الوزارة لأول مرة بالأقاليم الجنوبية للمملكة، وهو حدث كما تتتبعون عرف إشعاعا كبيرا وحضورا جماهيريا منقطع النظير، مما ساهم في تنشيط الحركة الشبابية بهاته المدينة وبهاته الربوع من أقاليم الجنوبية للمملكة الشريفة. إذن على امتداد 3 أيام تتواصل أنشطة وفعاليات هذا المهرجان الفني لإبراز قدرات الشباب الفنية، وهو فضاء للتعبير عن ملكات إبداعية واعدة، تعد مثل هذه الملتقيات فرصة للكشف عنها وتقديمها لجمهور عاشق للفن والإبداع.